بكم في نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي وإلى العناوين. البدري يتأهل لمونديال روسيا، دافع للأهلي للفوز باللقب الأفريقي. الأهلي ينفي معاقبة متعب. عبد الله سعيد يسابق الزمن لخوض لقاء النجم الساحلي. حسام البدري المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بتحقيق الفريق الفوز بهدفين دون مقابل أمام الاتحاد ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري. وقال البدري: الاتحاد يؤدي بشكل جيد جدا في الموسم الحالي، لذلك فإن تحقيق الانتصار هو أمر مهم بعد عودة الفريق من المشاركة في البطولة الأفريقية. ونفى البدري وجود أي تخوف لديه من نشوة اللاعبين بعد تأهل المنتخب إلى كأس العالم، مؤكدا أن لاعبي الأهلي يجب أن يستغلوا هذه الروح الإيجابية في الفوز أيضا بلقب دوري أبطال أفريقيا والمشاركة من جديد في كأس العالم للأندية. أكد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عدم قلقه من إهدار الفريق لأكثر من فرصة أمام مرمى الاتحاد، مشيرا إلى أن هذا يعني أن الفريق يمتلك فاعلية ويصل كثيرا إلى مرمى المنافس. وأشار البدري إلى أن المغربي وليد أزارو بدأ مشواره مع الأهلي في فترة صعبة، مؤكدا أنه يرغب في ترك بصمة مع الأهلي وما زالت الفرصة أمامه للتألق بالقميص الأحمر. أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أنه لا صحة لما تردد حول معاقبة عماد متعب مهاجم الفريق. وأوضح عبد الحفيظ في تصريحات لقناة الأهلي أن البعض يضخم الأمور، وما حدث أن حسام البدري المدير الفني تراجع عن إشراك عماد متعب، وبالتالي الأمر لا يستوجب معاقبة اللاعب. أدى فريق الأهلي ميرانه في 9 صباح اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة دون الحصول على راحة بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت أمس ضمن الجولة الخامسة من الدوري. ويواصل الفريق تدريباته في 9 صباح غد السبت استعدادا لمباراة الرجاء يوم الاثنين المقبل والمؤجلة من الجولة الثالثة
لمسابقة الدوري الممتاز. يخضع وليد سليمان صانع العاب الاهلي لفحص طبي في ميران الفريق غدا السبت لتحديد اصابته وفقا لتقرير الاشعه. وكان اللاعب قد تعرض للاصابه خلال الدقائق الاخيره من مباراه الاتحاد السكندري، واجرى اللاعب اشعه على القدم عقب المباراه مباشره لمعرفه حجم الاصابه. وفقا لنتيجه الاشعه والفحص الطبي سيتحدد البرنامج العلاجي للاعب. خضع ثنائي الاهلي سعد سمير ومحمد هاني لتدريبات استشفائيه داخل مختص الثلج للاستشفاء من مباراه الاتحاد السكندري والتي اقيمت امس الخميس. وادى لاعبو الفريق الذين خاضوا مباراه الاتحاد السكندري تدريبات استشفائيه على هامش ميران الفريق الصباحي اليوم الجمعه بملعب مختار التتش بالجزيره. ويستعد الاهلي لمواجهه فريق الرجاء الاثنين المقبل في المباراه المؤجله من الجوله الثالثه. بدأ عبد الله سعيد لاعب وسط الأهلي مرحلة الجري حول الملعب على هامش ميران الفريق صباح اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة. وخضع اللاعب خلال الأيام الماضية لجلسات علاجية وتدريبات خاصة في الجيمنازيوم للتعافى من إصابته بشد في العضلة الخلفية والتي تعرض لها خلال مواجهة النجم الساحلي التونسي بذهاب الدور النصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا. شارك أحمد الشيخ لاعب وسط الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق صباح اليوم الجمعة. جاءت مشاركة الشيخ في الميران الجماعي بعد تماثله للشفاء وخضوعه لبرنامج تأهيلي وبدني خلال الفترة الماضية. ويحاول الجهاز الفني للفريق الاطمئنان على اللاعب وتجهيزه بالشكل المطلوب تمهيدا لاستعانة به في المباريات المقبلة. شارك هشام محمد لاعب وسط الأهلي في جزء من التدريبات الجماعية لفريق صباح اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة. جاءت مشاركة هشام في جزء من الميران الجماعي بناء على قرار الجهاز الفني للفريق من أجل تأهيله بشكل جيد استعدادا لعودته للمشاركة في المباريات. وتعرض هشام لكسر في الكف خلال مباراة النجم الساحلي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا. للمزيد من التفاصيل حول الاستعدادات استعدادات الفريق لمواجهة الرجاء في الدور في الدوري ينضم إلينا الآن عبر الهاتف أمير هشام مراسل قناة النادي الأهلي. أمير أهلا بك. أهلا بك يا فيروز وأهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. أمير احكي لنا عن تفاصيل تدريب النهاردة. طبعا النهاردة النادي الأهلي استأنف تدريباته بعد مباراة الأمس والفوز على فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 2-0، وكان أكيد فوز مهم جدا وأول فوز للنادي الأهلي في بطولة الدوري. بالتالي النهاردة كان مران ايضا مهم للنادي الاهلي في اطار الاستعداد للمباراه المقبله امام فريق الرجاء ان شاء الله، واللي هتكون ايضا مباراه مهمه جدا لكونها كمان هي بروفه مهمه قبل مباراه النجم الساحلي
والاكثر اهميه بكل تاكيد ان شاء الله في دور الاياب من دوري ابطال افريقيا ودور نصف النهائي. فبالتالي استعداد قوي ومستمر بالنسبه للنادي الاهلي. النهارده تدريبات كانت عباره عن تدريبات بدنيه شاقه لجميع اللاعبين. النادي الاهلي ما شاركوش في مباراه الامس بشكل كامل. في المقابل كان في تدريبات استشفائيه للاعبين ان هم شاركوا في المباراه بشكل كامل في مباراه الاتحاد السكندري. ايضا خليني اقول لك ان مع المران ايضا كان في بعض تدريبات الكوره، وايضا مع نهايه المران كان في تقسيمه شارك فيها جميع اللاعبين بشكل جيد جدا وتالق فيها معظم اللاعبين سواء احمد فتحي او احمد الشيخ، وادوا بشكل جيد جدا. واضح ان شاء الله ان كل لاعبي النادي الاهلي جاهزين للمباراه المقبله ان شاء الله امام فريق الرجاء في بطوله الدوري. لكن لو هنتكلم عن بعض اللاعبين، خلينا اقول لك النهارده عماد متعب شارك في التدريبات بشكل طبيعي جدا وبشكل قوي ايضا في التدريبات. خليني ايضا اقول لك ان هشام محمد شارك في التدريب الجماعي ككل، ما شاركش في جزء بس من التدريبات، لا هشام شارك في التدريب الجماعي ككل، لكن كان في حرص من زملائه ومن هشام نفسه خلال التقسيمه انه ما يكونش فيه التحامات، لان احنا عارفين ان هو عنده طبعا كسر في كف ايده، فبالتالي كان في حرص سواء من لاعبي النادي الاهلي او من هشام محمد انه ما يكونش في التحامات قويه بالنسبه له. لكن هو كان اكيد مشاركته في التدريبات الجماعيه شيء مهم جدا بالنسبه للجهاز الفني عشان يكون عنده حساسيه او يكون جاهز للمشاركه ان شاء الله فور شفائه. خليني اقول لك هشام محمد قدامه حوالي 10 ايام بالكثير ان شاء الله يكون جاهز ان هو يشارك في المباريات مع النادي الاهلي وهو جاهز بدنيا. خلينا نتكلم ايضا عن عبد الله السعيد. عبد الله السعيد النهارده كان بيجري حوالين الملعب، واضح ان في تحسن كبير جدا في العضله الخلفيه بالنسبه لعبد الله السعيد وفي حالته الطبيه، بالتالي عبد الله ان شاء الله بنسب كبيره جدا ممكن يلحق مباراه النجم الساحلي. بالنسبه لصالح جمعه الكدمه اللي خدها طبعا حكم امبارح، كان عنده غرزتين بالظبط هم يعني كان اصابه صالح جمعه، لكن ده مش هيعوقه خالص عن المواصله في المشاركه مع النادي الاهلي في مختلف المباريات سواء بطوله الدوري او ان شاء الله مباراه النجم الساحلي. بالنسبه لاحمد الشيخ، احمد الشيخ النهارده بيشارك في التدريبات بشكل جيد جدا وبشكل جماعي بيتالق خلال التدريبات، واعتقد في ظل غياب وليد سليمان هيكون ليه دور كبير جدا ان شاء الله في مباراه الرجاء لتجهيزه ايضا لمباراه النجم الساحلي. لكن بشكل عام كل الامور ماشيه بشكل جيد بالنسبه للنادي الاهلي. بكره ان شاء الله هيكون في مران للنادي الاهلي، قبل مران هيكون في محاضره من كابتن حسام البدري للاعبين للبدء في دراسه فريق الرجاء ان شاء الله، والاكيد هتكون مباراه مهمه وزي ما قلنا هي هتكون استعداد قوي لمباراه النجم الساحلي. بعد بكره ان شاء الله هيكون في مران اخر للنادي الاهلي، وبعدين ان شاء الله هيتوجه الفريق لمعسكر ليله المباراه مباراه الاهلي والرجاء ان شاء الله، وهي المباراه المؤجله بالنسبه للنادي الاهلي في بطوله الدوري باذن الله. امير هشام مراسل قناه النادي الاهلي، شكرا جزيلا ليك، كنت معايا عبر الهاتف. شهد الملتقى التوظيفي الأول بنادي الأهلي والذي انطلق اليوم الجمعة على مقر النادي بالجزيرة إقبالا مكثفا من الأعضاء للتسجيل في مختلف الشركات بالملتقى. ويضم الملتقى التوظيفي الأول والذي يقام تحت إشراف محمد جمال هليل عضو مجلس الإدارة 30 شركة في جميع القطاعات والتخصصات المختلفة. وشهد الملتقى تفاعلا كبيرا من الأعضاء مع الشركات المتواجدة به، حيث حرص الأعضاء على التسجيل والتقدم للوظائف المتاحة، علما بأن الملتقى هو الأول والذي ينظمه النادي الأهلي كخدمة مميزة للأعضاء. للمزيد من التفاصيل ننتقل الآن للزميل كريم أحمد. كريم، ما الجديد عندك؟ فيروز وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان من مقر النادي الاهلي بالجزيره. واليوم الملتقى الوظيفي الخاص بالنادي الاهلي، لو بنذكر طبعا كل مشاهدينا طبعا ان كان في ندوتين، ندوه في النادي الاهلي مدينه نصر وندوه في مقر الجزيره، لي يعني توعيه الاعضاء على ازاي يقدموا سي في، ازاي يكتبوا عدد من الاوراق القليل في السي في المقدم طبعا لكافه الشركات. الحقيقه النهارده يوم مميز جدا، عدد كبير من الشركات والبنوك الرائده، صناعه وزراعه واتصالات وامور عديده جدا طبعا،
يمكن من خلال لقائي مع الاعضاء هنا حاجه رائعه، وبيشيدوا طبعا بالاعداء، بيقولوا يمكن بيشيدوا طبعا بشكل كبير جدا بكل الامور الخاصه هنا، وبيقولوا طبعا حاجه رائعه من مجلس اداره النادي الاهلي ان هو يوفر لنا عدد كبير جدا من الشركات هنا داخل النادي الاهلي، لان بيبقى في صعوبه كبيره جدا زي ما احنا عارفين في كل الوظائف المقدمه. بشكل عام طبعا حاجه رائعه جدا، واكيد هينضم لنا في هذه اللحظات الاستاذ محمد جمال هلالي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، اللي الحقيقه طبعا زي ما بنقول بنشيد بالاداء بمجلس الاداره متمثل فيه. طبعا برحب بيك في البدايه يا استاذ محمد طبعا، وحاجه رائعه زي ما قلنا، حاجه مميزه من خلال لقاءاتي مع الاعضاء، الاعضاء بتقول فرصه مميزه جدا وحاجه رائعه جدا من مجلس اداره النادي الاهلي. حطينا في اجواء اليوم النهارده ماشي ازاي، وازاي شايف النهارده الاقبال المميز ده للاعضاء؟ لا الحمد لله اقبال اكتر من المتوقع بكتير جدا. ده طبعا اول امبلويمنت فير او ملتقى توظيفي يتعمل في النادي الاهلي او في جميع انديه مصر، فكون ان الاقبال النهارده بالشكل ده دي حاجه كويسه جدا جدا تسعدنا، وتخلينا ان احنا نحاول ان احنا بعد كده ننظمه على طول عشان نوفر خدمات كويسه لاعضاء النادي، ونقدر ان احنا نعمل لهم حاجه كويسه. وده طبعا مش تفضل من النادي، شغلتنا اصلا ان احنا نعمل كده. يعني لو برجع للندوات اللي هي كان ليها وعي او ليها يمكن نصيب كبير ان هي وعيت الناس، ناس كتير كانت بتكتب سيفيهات بعدد اوراق كبيره جدا، الصيغ الكلام ده، شايف ان ده وعى النهارده الموضوع وخلى فيه سلاسه في الدخول وفي الخروج بشكل عام؟ طبعا طبعا. الندوات احنا عملناها في الثلاث فروع، فرع الجزيره هنا وفرع مدينه نصر وفرع الشيخ زايد، والحمد لله لقت قبول برضو، وتعلموا هم ازاي يكتبوا السي في بتاعهم بشكل بروفيشنال، بشكل احترافي، يعني ينفع ان هو يقدمه في شركات كبيره زي اللي جايه النهارده اللي موجوده هنا في المؤتمر، زائد ان هي وعيتهم برضو هم يعني اليوم هيبقى عامل ازاي. ديك برضو كان ليها عامل مهم جدا، ان هم هيخشوا يعملوا الاول ريجستريشن ويسجلوا الحاجه بتاعتهم، وبعدين ياخد البوكلت اللي هو الكتيب بتاع الامبلويمنت فير، يبتدي يشوف ايه الوظائف المناسبه للسي في بتاعه، ويبتدي يتوجه للشركه اللي هو عارفها ان هو نفسه يشتغل في الشركه دي، ويروح يشوف حسب الوظائف الخاليه فيها. فدي كان حملات توعيه كانت كويسه جدا قبل مش هنقول اسماء شركات، لكن عايزين نوضح للناس، احنا عارفين ان في اتصالات وصناعه وحاجات كتير جدا، لكن عايزين نحط الناس كده نقول للشركات اللي موجوده داخل النادي يعني بتتخصص في ايه بشكل عام. احنا كنا مركزين ان نجاح الملتقى التوظيفي ده طبعا في شقين، الشق الاول انت تعرف تجيب شركات كويسه كبيره في قطاعات متنوعه تغطي كل المؤهلات اللي موجوده، يعني سواء تجاره سواء صيدله سواء هندسه سواء الحاجات دي كلها. الشق الثاني الاقبال على اللي هو الملتقى التوظيفي، واحنا الحمد لله النهارده طبعا الشركه اللي منظمه معانا اللي هي شركه جوب ماستر قالت لنا ان الاقبال كويس جدا جدا، وان هم بيتمنوا ان هم ينظموا معانا بعد كده ملتقيات كتيره، ودي حاجه كويسه جدا لاعضاء النادي، وان شاء الله الفكره تتعمم في انديه مصر كلها، علشان يعني اهم حاجه ان احنا نخدم شباب مصر. يعني بعيدا كعضو مجلس اداره، كعضو بقى للجمعيه العموميه للنادي الاهلي، شايف السعاده على الاعضاء والكلام والاشاده الكلام ده بينعكس ازاي عليك انا كعضو جمعيه عموميه قبل ما اكون عضو مجلس اداره في النادي الاهلي؟ لا طبعا احنا سعداء جدا جدا ان احنا بنعمل حاجه كويسه لاعضاء النادي، وبنشكرهم وبنقول لهم ان احنا يعني نفسنا ان شاء الله احنا هنفضل متابعين مع الشركات دي عشان نعرف فعلا هيعينوا وياخدوا من ولاد النادي قد ايه، لان دي شغلتنا، يعني دي شغلتنا كمسؤولين عن الاداره في النادي الاهلي يعني. وطبعا بشكر المجلس الاداره، وبشكر الاداره التنفيذيه، وبشكر الشركه اللي نظمت معانا، وبشكر كل الشركات اللي شاركت، وبشكر في الاخر اعضاء النادي الاهلي اللي هم جم وكان التوافق بتاعهم كبير النهارده. شكرا قوي، شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا للاستاذ محمد جمال الهلالي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، المتمثل طبعا من مجلس اداره النادي الاهلي ان هو يكون النهارده متواجد في الملتقى الوظيفي، حاجه رائعه جدا زي ما بنقول، مساعده الشباب وغير الشباب من قبل النادي الاهلي، واجب وطني زي ما احنا عارفين على النادي الاهلي. الامور هنا ماشيه بشكل رائع جدا، يمكن اقل من ساعه وهينتهي هنا اليوم. اليوم كان بادئ من الساعه 2 ظهرا حتى الساعه 8 مساء، كان في يمكن توافد كبير جدا في الساعات الاولى، لكن في هذه اللحظات يمكن خلاص الاعضاء ابتدت في الساعات الاخيره ما يبقاش في تواجد كبير، لكن اكيد بنوجه تحيه مجلس إدارة النادي الأهلي على هذه الخطوة الرائعة. وعودة لك فيروز من جديد. كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي، شكرا جزيلا لي، كنت معنا عبر الهواء مباشرة. في العودة الأخبار من جديد، أعرب عمرو جمال مهاجم الأهلي والمعاهر إلى بيدفست الجنوب أفريقي عن اشتياقه لارتداء الفانيلا الحمراء مرة أخرى، ونشر المهاجم صورته بقميص الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر معلقا اشتقت للأهلي. وانضم عمرو جمال إلى الفريق الجنوب أفريقي في الميركاتو الصيفي الماضي، وشارك معه في 7 مباريات سجل خلالها هدفين. احتل
ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك، المركز الرابع بين أفضل 50 مباراة قمة على مستوى العالم، وذلك في التقرير الذي نشرته صحيفة ميرور البريطانية. وتفوق ديربي القاهرة على مباريات كبيرة مثل قمة مانشستر يونايتد وليفربول، وديربي ميلان بين ميلان والإنتر، وديربي فرنسا بين باريس سان جيرمان ومارسيليا. وجاء في المركز الأول مباراة السوبر كلاسيكو بين بوكا جونيورز وريفر بلات في الدوري الأرجنتيني، فيما حل كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في المركز الثاني. خطف فريق الإسماعيلي فوزا مهما على حساب مضيفيه الإنتاج الحربي بهدف نظيف اليوم الجمعة في الجولة الخامسة للدوري المصري على ملعب السلام الدولي. سجل هدف المباراة اللاعب كريم بامبو في الدقيقة 79، وأهدر الإنتاج الحربي ضربة جزاء في الدقيقة 45 عن طريق لؤي وائل، ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث، وتجمد رصيد الإنتاج عند 8 نقاط في المركز السادس. حددت لجنة الأندية يوم 18 أكتوبر الجاري آخر موعد لتقديم المرشحين لخوض انتخابات رابطة الأندية أوراق ترشحهم في اتحاد الكرة. وقررت الأندية أن تكون شروط الترشح لانتخابات الرابطة هي نفس شروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة دون تعديل أو تغيير، على أن يكون المرشحون من خارج الأندية. أنا الالتزام دايما بتعلم، بتحرك، ببص لقدام، بجري مش بس عشان حياتي، بحب الكورة، بطير بحلمي، وعندي هدف. إلى أخبار الألعاب الأخرى، حيث نجح خالد منصف سليم في الفوز برئاسة اتحاد الكرة الطائرة لمدة 4 سنوات مقبلة بالحصول على 46 صوت مقابل 45 صوت لفؤاد عبد السلام. وشهدت العمومية اكتمال النصاب القانوني بحضور 65 من أصل 66 من أعضاء الجمعية العمومية. وحضر الجمعية العمومية محمد جمال هليل ممثلا عن النادي الأهلي. المزيد من التفاصيل عن الانتخابات ينضم الينا الان الناقد الرياضي محمد ناجي. استاذ محمد اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. استاذ محمد احكي لنا عن تفاصيل انتخابات اتحاد الكره الطايره. طبعا هي الانتخابات كانت قويه جدا، كان في صراع اوريدي قبل ما الجيم بتاع الانتخابات يحتد في الفتره اللي فاتت، نظرا لان كان الصراع كان هيكون ثلاثي بين دكتور فؤاد وبين المهندس خالد وبين الحاج علي السرجاني. الحاج علي السرجاني تم رفض قبول ورقه من قبل اللجنه المؤقته لاتحاد الكره الطايره، والامر راح للجنه الاولمبيه ومركز التسويه والتحكيم صد على القرار بتاع اللجنه المؤقته، وتم استبعاد علي السرجاني من خوض الانتخابات. فاقتصر الصراع على الرئاسه بين فؤاد عبد السلام وعلي وبين خالد ناصف. طبعا اعمال الجمعيه العموميه شهدت حضور مكثف جدا، 65 من اصل 66 هيئه، فده طبعا كان اقبال كبير. الانتخابات في الاخر انتهت بفرق صوت واحد،
نطمح ونأمل ان الفترة الجاية المجلس اللي هيكون موجود مجلس فيه اسامي كبيرة، مجلس فيه عليه امال كبيرة جدا خلال الفترة الجاية ان هم يقدروا يقودوا الكرة الطائرة المصرية لمزيد من الانتصارات. الكرة الطائرة المصرية حتى الان احنا ماشيين بخطة كويسة جدا في الفترة اللي فاتت. طيب محافظين على طيب استاذ محمد، ايه اهم التحديات اللي في رايك هتواجه مجلس الاداره الجديد لاتحاد الكره الطايره؟ العقبات اللي هتقابل، هو ما اعتقدش ان ابرز التحديات، بلاش نقول عقبات، التحديات طبعا هي خلاص اوريدي في كاس امم مصر مستضيفاها بعد اقل من يعني تقريبا الاسبوع الجاي على طول، الجمعه او السبت الجاي هيكون انطلاق كاس الامم الافريقيه، موجود هيكون فيها تونس، هيكون فيها الكاميرون، البطوله مؤهله لكاس العالم. احنا عندنا منتخب كويس جدا، معانا خبير اجنبي برازيلي ماركوس ميراندا، مدرب كويس جدا قدر انه يحصد مع منتخب مصر للشباب تحت 23 سنه على المركز الخامس، فراجل عنده فكر وراجل اعتقد ان الاتحاد كمان هيديله مساحه وحريه انه يقدر يتحرك ويقدر ان هو يعد جيل جديد للكره الطايره المصريه، لان احنا عندنا لعيبه كويسه حاليا، لكن في المستقبل القريب احنا محتاجين لازم انه الشباب بتوع 23 دول يؤهلوا ويعدوا بشكل كويس عشان يقدروا يعوضوا غياب. طبعا انا اتمنى احمد صلاح وعبد الله عبد السلام والجيل اللي حقق مركز رابع في كاس العالم اتلعبت هنا في مصر في 2001، اتمنى انهم يقعدوا لغايه يعني لغايه ما يوصلوا سن ال 40، هم دلوقتي حاليا عندهم 33 سنه 34 سنه، فاتمنى ان هم يطولوا في الملاعب فتره طويله، لكن في الاخر هي دي سنه الحياه يعني. اكيد لازم يكون في احلال وتجديد ويكون في جيل جديد بيقدر انه يشيل رايه الكره الطايره المصريه. اعتقد ان ده تحدي، التحدي الثاني هيكون انه المجلس كله مش من قائمه واحده، يعني اوريدي المهندس خالد من اوريدي معاه اثنين او ثلاثه من قائمته، لكن في ناس ثانيه موجودين من قائمة ثانيه، يعني عبد الحميد الوسيمي من قائمه الحاج علي السرجاني. مدام هويده مندي ومدام هنا حمزه من قائمه الدكتور فؤاد عبد السلام. وطبعا كابتن محمد فرج. كل دول يعني الميكس هو معمول ميكس بين القوائم، مش قائمه موحده قدرت ان هي تستحوذ على، وده شيء جميل اكيد نتمنى ان هو يكون سبب من اسباب نجاح مجلس اداره اتحاد كره الطايره الجديد. استاذ محمد ناجي الناقد الرياضي، شكرا جزيلا ليك، كنت معانا عبر الهاتف. يواجه فريق نادي الاهلي الناشئات الكره الطائره تحت 14 سنه فريق وادي دجله في السادسه والنصف بعد قليل في اطار الجوله الثانيه من بطوله القاهره على صاله الصغرى بمقر النادي الاهلي بالجزيره. يذكر ان فريق الاهلي قد فاز على فريق الشمس في الجوله الاولى من البطوله بثلاثه اشواط دون رد. تأهلت المصريتان نور الطيب ورنيم الوليلي إلى الدور نصف النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة للسكواش، وتغلبت نور الطيب على زميلتها نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا في الدور ربع النهائي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، بينما صعدت رنيم الوليلي على حساب نوران جوهر. فاصل قصير ونعود إلى جولة في الملاعب العالمي.
جولة في الملاعب العالمية، والبداية من إنجلترا، حيث عبر يورجن كلوب مدير ليفربول الإنجليزي عن سعادته بتسجيل محمد صلاح نجم منتخب مصر لهدفي المنتخب في مباراة الكونغو، والتي أهلت الفراعنة للمونديال للمرة الأولى منذ 28 عام. وقال كلوب أن الضغط المفروض على محمد صلاح حينما تصدى لركلة الجزاء في الدقائق الأخيرة كان هائلا للغاية، ويعبر عن قوة وشخصية كبيرة للنجم المصري. وعاد صلاح إلى تدريبات ليفربول بعد مساهمته في تأهل مصر إلى مونديال كأس العالم وتسجيله لهدفين في شباك الكونغو. حصل بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي على جائزة أفضل مدرب بالدوري الإنجليزي لشهر سبتمبر الماضي، وتفوق غوارديولا على منافسيه مورينيو وأرسن فينجر، وحصد هاري كان لاعب توتنهام جائزة أفضل لاعب بعد تألقه مع النادي في الفترة الأخيرة، ويحتل كان وصفة هدفي الدوري الإنجليزي برصيد 6 أهداف بفارق هدف واحد عن روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد، كما حصل هدف أنطونيو فالنسيا لاعب مانشستر يونايتد في مرمى أفرتون على جائزة أفضل هدف في البريمير ليج لنفس الشهر. أكد الفرنسي أرسن فينجر مدرب أرسنال أن النجم التشيلي أليكسيس سانشيز سيتجاوز أزمته الأخيرة بعد فشل منتخب بلاده في الصعود إلى مونديال كأس العالم 2018 بروسيا. وقال فينجر أن كل منتخب لديه لاعب يتحمل الضغوطات مثل ميسي في الأرجنتين ورونالدو في البرتغال وديفيد بيكهام في فترة لعبه مع المنتخب الإنجليزي قبل اعتزاله. ودعا فينجر لاعبه إلى عدم الاستسلام لليأس والمضي قدما في مسيرته مع ناديه أرسنال ومنتخب بلاده، واعتبار ما حدث مع تشيلي جزء من الماضي. رفض زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الأسباني فكرة تدريب الغريم التقليدي برشلونة في المستقبل، معتبرا أن ذلك هو أمر مستحيل الحدوث. وقال زيدان في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام العالمية أن ريال مدريد هو جزء من قلبه، وأن تدريب الغريم التقليدي برشلونة هو أمر مستحيل مع احترامه للنادي الكتالوني. وأضاف زيدان أن حب ريال مدريد محفور في قلبه، وأن علاقته بجماهير النادي الملكي ليس لها مثيل، وأنه لا يستطيع إغضاب تلك الجماهير. قال ماسيميليانو مارايبلي المدير الرياضي لميلان الإيطالي أن النادي لا يفكر في التعاقد مع المدرب أنطونيو كونتي والذي يتولى مسؤولية تدريب تشيلسي في الوقت الحالي. وأضاف مارايبلي أن ميلان لديه مدرب متميز وهو مونتيلا، والذي يرفض الفريق في التفريط في إمكانياته في الوقت الحالي. وسبق أن تحدثت تقارير صحفية إيطالية أن كونتي سيكون هو المدرب القادم لميلان في حالة رحيل مونتيلا عن النادي اللومباردي. أكد يوب هاينكس مدرب بايرن ميونخ الألماني أن الفريق الحالي للنادي البافاري هو أفضل بكثير من الذي تولى تدريبه وحقق الثلاثية التاريخية في 2013،
وقال هاينكس في تصريحات قبل مباراة فرايبورغ في بطولة الدوري غدا السبت أن الفريق الحالي يحتوي على لاعبين مميزين مثل الكولومبي جيمس رودريغيز والتشيلي أرتور فيدال والمدافع ماتس هومز. وعبر هاينكس عن ثقته في عودة الفريق لمستواه الطبيعي بعد رحيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن تدريب الفريق وتولي هاينكس المهمة بدلا منه. متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية والبداية من بوابة الأهرام. الأهلي يحقق أول فوز له هذا الموسم ويهزم الاتحاد 2-0. ومن الأخبار الأهلي يواصل تدريباته السبت استعدادا للرجاء. من الجمهورية 50,000 متفرج لمباراة الأهلي والنجم ببرج العرب. ومن المصري اليوم الأهلي يدق الاتحاد بهدفين لأجاي وحسين. من البوابة نيوز وليد سليمان يخضع لفحص طبي غدا. ومن الوطن سبورت البدري يعفي اللاعبين الأساسيين من المران الصباحي. من الوفد هشام محمد يشارك في جزء من المران الجماعي بالأهلي. ومن فيتو الشيخ يشارك في التدريبات الجماعية ويعلن جاهزيته لمواجهة الرجاء. في الجول متعب يشارك في تدريبات الأهلي وتأهيل الثلاثي المصاب. وقبل ختام نشرتنا مع فقرة زي النهاردة في 13 أكتوبر من عام 2000 الأهلي يفوز على جون دارك السنغالي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة في الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا. سجل أهداف الأهلي إبراهيم سعيد وعلاء إبراهيم وحسام غالي، ويعد هدف حسام غالي هو الأول له بقميص الفريق الأول للأهلي. النهاردة في 13 أكتوبر من عام 2004 أيضا الأهلي يفوز على المنصورة بهدف نظيف ضمن الأسبوع الثالث من الدوري الممتاز، أحرز هدف المباراة الوحيد عماد متعب في الدقيقة 45 من المباراة. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار الثالثة من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.